ثانياً المواقع الصارمة لمدينة المحاربة من العشوائي والضرب بالقوة على أيدي المخالفين من خلال تبعيد أنجع لمقتضيات القانون رقم 66/12 المتعلق بمراقبة وصف المخالفات في مجال التعمير والبناء. لما هذه الأخيرة من عواقب وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات السوسيو اقتصادية وحتى الأمنية. وهنا أرى من الضروري أن أفتح القوس لتسليط الضوء على عمليات الهدم التي تعرفها حاليا جامعة أورير ومسحبها من قيل وقال حول دواعي هذه العملية والحالة على الملك العام للدولة أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية للاضطرار على المجال، خصوصا وأن هذه المخالفات المرتكبة تبقى مستمرة ولا يطالها التقدم. كما تجبر الإشارة إلى أن العملية ستشمل في المرحلة المقبلة الجامعات الواقعة على الشريط الساحلي لشمال أكادير، وهي جامعات أرزون تامري وإكسوان، ليتم بعد ذلك تعميمها على مختلف الجامعات الواقعة بنفوذ ترابي للعمالة. ثالثا، القضاء على ظاهرة احتلال العشوائي للملك العمومي بكل تمظهراته والمحاربة الحازمة لكل ما يعيق سلاسة الحركية والجولات. رابعا، المحافظة الدائمة على جماليات الوسطين الحضري والقروي بتفعيل القرارات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص ومكافحة مختلف الآفات الاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر سلبا عليها كظاهرة المتشردين والمتسكعين وأطفال الشوارع والكلاب الضالة وغيرها.